تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل والجو الجميل اللي برا. حبينا نصبح عليكم بالخير، في صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من ينضم إلينا. كل عام وكل يوم والجميع في صحة وسعادة وطمأنينة. وبس ننوهكم إن برع في وايد ضباب فنحاسب شوي في السواقة. هو جو جميل، هو جو جميل ومضبب. هو حالاتنا ما في شمس فالجو شوي بارد، ونوصيكم تدفون عدل. الجو ممكن ما يحن، هو جدا بارد، ولكن لازم تدفون عشان تفادى أمراض البرد. هاي التقلبات اللي دائما نتكلم احنا عنها يا محمود. شفتوا كيف لما يكون في البرنامج طبيبة على طول تعطي النصايح الطبية أول بأول، مع أن هذه مقدمة البرنامج، ولكن مستمعين الكرام سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. نبدأ برنامجنا دكتورة بالتنويع عن الرابط الخاص بالتأمين الصحي. نذكر بالتأمين الصحي ونذكر الجميع بضرورة تعديل أوضاعهم للي بعده، ما عدل الأوضاع لأن تجمع نهاية المهلة المحددة. طبعا هيئة الصحة في دبي خصصت موقع لخدمات التأمين. شو هو الموقع؟ المفروض الحين كنا حفظنا www.ishd.ae www.ishd.ae. تدخلون على الموقع، في إجابات على استفساراتكم، في كافة المعلومات اللي تحتاجونها والباقات التأمينية. ونركز على الجميع أنهم يدخلون على الموقع ويصححون أوضاعهم اليوم. إذن مستمعينا كذلك نحن نخصص حلقة خاصة عن التأمين إن شاء الله الأسبوع القادم، ومع الدكتور حيدر اليوسف ووعدنا يعني بستريوا علينا شوية. جميل، لازم. أيضا هيئة الصحة بدبي رمت مع مستشفى الجامعة بالشارقة يوم أمس مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين، وذلك ضمن الإطار العام الذي تتبناه الهيئة والذي يقضي بتحقيق أعلى درجات التكامل بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وفتح المجال لتبادل الخدمات بينهما بما يصب في خدمة المرضى وإسعاد أفراد المجتمع بوجه عام، حيث تتيح هذه المذكرة نقل وتحويل المرضى بما يتناسب واحتياجاتهم وظروفهم الصحية وبشكل آمن بين مستشفيات هيئة الصحة بدبي ومستشفى جامعة الشارقة. وقع عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن مستشفى جامعة الشارقة سعادة عبد الله المحيان رئيس مجلس أمناء المستشفى رئيس هيئة الشارقة الصحية. وأكد معالي القطامي تقدير الهيئة البالغ واعتزازها بتوثيق علاقتها بمستشفى جامعة الشارقة، مشيرا إلى أن المستشفى يعكس مدى تكامل المنظومة الصحية والعلمية للجامعة وكلية الطب التي تأسست لتكون صرحا علميا وبحثيا رائدا على مستوى العالم، وذلك تنفيذا لفكر ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال معالي أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي عملية بناء كل ما ينفع الإنسان ويخدم مسيرة التنمية جل اهتمامه، وأن جامعة الشارقة نجحت في وقت قياسي في أن تكون أحد أهم الصروح العلمية التي أثرت حركة التطور العلمي والثقافي والطبي إقليميا ودوليا، مؤكدا أن إبرام مذكرة التفاهم مع المستشفى المنسوبة لجامعة الشارقة يعزز فرص وقدرات الهيئة في خدمة المرضى على الوجه المرجو منه. إذن اتفاقية جميلة،
فيها تعزيز لأواصر التعاون، وأيضا أجمل ما فيها هي عملية يعني بحث عملية انتقال المرضى ما بين الطرفين بشكل آمن، الأمر اللي يزيد من ضمان سعادة المرضى بشكل أو بآخر. صحيح. دكتورة، ننتقل إلى الفقرة الخاصة بالإعلام الاجتماعي. ننتقل عيل إلى أسماء الجناحي، مراسلتنا الدائمة في برنامج صحة وسعادة. أسماء، صباحك خير. صباح النور، شخباركم؟ هلا، شخبارك؟ أسعد الله صباحكم، صباح المستمعين وصباحك إن شاء الله. شو رسالتك اليوم لنا يا أسماء؟ رسالتنا هي عدم ممارستنا للرياضة ونمط الحياة الغير صحي لن يسبب لنا الأمراض بحسب، بل قد يؤثر على أدائنا في العمل. فننصح حتى الموظفين اللي يهملون الرياضة ويقول لا بس شغل ومضغوطين، ترى إذا ما مارست الرياضة راح يأثر على صحتك وحتى على أدائك في العمل. صحيح صحيح. أنا شغلي بحط لكم سيكل في المكاتب، إنزين، ومن من وصل الكهرباء في المكتب بالسيكل. اللي ما يسوي رياضة يطفع الكهرباء. والحلو إن حتى في كل مرافق الهيئة عندنا مثل السايكلينج وقت الانتظار، فيقدرون حتى الموظفين يقدرون يسوون موجود في أغلب المرافق. فلتعزيز الرياضة والنمط الحياة الصحي. أنت ارتبطت بالمكيف محمود على طول، الناس بتشتغل، أهم شيء المكيف. لا مو أهم شيء المكيف ربطه. إذا شو رسالت، شو عندك أخبار اليوم من مواقع التواصل؟ نحن نبغى ننوه بخصوص التأمين الصحي، إنه يا جماعة لا تتريون، الكل يسألنا عن التاريخ، لا تتريون التاريخ عشان تسيرون وتحصلون التأمين الصحي. نهاية المهلة، ناس تعي نهاية المهلة الممددة. إحنا ما قلنا نهاية المهلة عشان إن الناس ما تصير تري آخر لحظة عقب يقولون الله يخليكم مددوا. فنتمنى الواحد يصير يأمن في أسرع وقت ممكن. صحيح. هي قضية التأمين، الفكرة الأساسية فيها هي موجودة لخدمة الناس، يعني لما تم سن هذا القانون وتوفير هذه المدة الطويلة حقيقة. صحيح. لتصحيح الأوضاع، ما كان غرض الهيئة أن تخالف الناس، وإنما الغرض الأساسي من منظومة التأمين الصحي في إمارة دبي اللي هي منظومة السعاد، وأيضا منظومة السعادة هي توفير خدمة صحية لجميع من يسكن على هذه الأرض الطيبة. صحيح. وضمان للحقوق محمود، مثل ما قلنا للمكفول وللموظف اللي عنده، فهاي هي ضمان الحقوق قبل كل شيء. لو فكرنا فيها في هالطريقة متأكد أن الجميع بيسرع للتأمين. جميل. أسمى، شو عندك بعد في شيء إضافة تبغى تضيفينه عن التواصل الاجتماعي؟ لا، حابين بس الناس تتابعنا على قنواتنا اللي هي DHA_Dubai. DHA_Dubai هذه حق تويتر، إنستغرام، وإنستغرام وفيسبوك وسناب شات. وسناب شات، جميل. وبالنسبة لليوتيوب وال دبي هيلث أثوريتي أو هيئة الصحة بدبي بالعربي يقدرون يحصلونها ظني. هي مخطط كتب الإنجليزي. زين، مو مشكلة. حاضرين يا أسماء. لكن لو صحة دبي يوتيوب على جوجل بعد يعطيهم. زين، مسووه بالعربي الله يخليكم، عشان نحن ندعم اللغة العربية دائما. لا، هذا النظام البرنامج أخوي محمود، ما علي سويه أنت، ما علي تخترع أي شيء سويه بالعربي. إحنا بنعرب اليوتيوب. اليوتيوب بنقولهم ممكن تكتبونه بالعربي. أي لازم. لا، أحيانا في بعض الحسابات نقدر نكتبها بالعربي وتطلع لنا، يعني دائما. نعم، اللي يكتبها بالعربي هي موجودة بالعربي. ممتاز جدا، شكرا لك يا أسماء. وشكرا لك دكتورة. حياك الله محمود. لا بعد، أنت مستمرة معانا، نحن بس نحن لك شكرا عشان ما نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا مواضيع ثانية. صدمة الدكتورة كانت، ليش يشكرني من ليش يشكرني بداية البرنامج تمنى ربع ساعة بادي. عموما مستمعينا، اليوم حلقة الخميس، نحن نخلينا شوية حلقة خفيفة. تعرفين الخميس يوم الكل يحبه، الكل يحبه. صحيح. وجو جميل، الجو جميل، مال البر مال العراقيب. نعم. إذن فاصل مستمعينا، بعد الفاصل عندنا مواضيع أخرى من نتحدث فيها، وأيضا نتكلم عن جهود وإنجازات اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي. هذا الموضوع يهم جميع الموظفين في حكومة دبي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. طبعا مستمعين، حققت اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي إنجازات متعددة خلال العام الماضي 2016. طبعا الإنجازات يعني حققتها في كافة المجالات المتعلقة بخدمة موظفي حكومة دبي في ذوي الإعاقة، مبادرة إسعاد الموظفين، وأيضا تعاونها مع حكومة دبي الذكية لبناء نظام إلكتروني جديد للجنة الطبية. للحديث عن هذه اللجنة ومهامها وأهدافها وإنجازاتها خلال العام الماضي بيكون معنا الدكتور خلدون نبهان، نائب رئيس اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي. صباح الخير دكتور خلدون. صباح الخير أخ محمد. يا هلا دكتور. يا هلا فيك. دكتور، نعرف المستمعين عن اللجنة ودورها وأهدافها بشكل عام. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بداية حبينا صراحة لمدة دقيقة نطول عليكم نشكر بعض الأشخاص اللي ساعدونا خلال العام 2016 بإنجازات اللجنة الطبية العامة اللي بنتطرق لها إن شاء الله بالتفاصيل. نعم. وبداية طبعا نشكر أعضاء اللجنة الطبية نفسها، رئاسة الدكتور عاطف عبد اللطيف والدكتور نابليون طاها والدكتور مجدي عبد العظيم والدكتورة أميرة عبد العزيز، حلو اسمه، نحييهم، والدكتور طاهر آل عيسى والدكتور وئام البنا والأستاذة طبعا والدكتور حسين حتاوي مستشفى دبي والأستاذ رئيس الفلاسي مقر الطبية العامة والأخت حمدة سعيد سكرتيرة اللجنة الطبية العامة، يعطيهم العافية. إيه صراحة ما قصروا. ومن جهة أخرى يعني من باب من لا يحمد الناس لا يحمد الله، نشكر صراحة معالي حميد الطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة على الدعم صراحة لا محدود للجنة الطبية خلال عام 2016، واعتماد أكثر من 10 خطابات موجهة من دوائر دبي المحلية للجنة الطبية العامة، واعتماد بموافقة على إضافة اختصاصات اللجنة الطبية العامة، يكون عنده ثقة أن في رجال في اللجنة تقدر تقوم في المهام هذه، وإن شاء الله خلال التقرير بنشرح نقاط ثانية. ونشكر الدكتور أحمد بن شلبان مدير قطاع للجنة تبعنا، ودكتور أحمد سليمان شؤون القانونية والأخت أمنة السويدي في الموارد البشرية، وكل صراحة العاملين، وخاصة دكتور نحن إذا نذكر يعني الأسماء يعني دائما واحد يتجنب ذكر الأسماء لأن قد ينسى اسم أو آخر. نعم. ولكن نعم. خلنا نعود إلى صلب الموضوع ونتحدث عن دور هذه اللجنة ودورها من خلال الأهداف اللي تم إنشاء اللجنة لها. اللجنة الطبية العامة هي إنشأت تبعا لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لعام 2016. من مهام اللجنة الطبية العامة الترخيص والإجازات المرضية، النظر في إجازات استثنائية لمرافقة الأقارب داخل وخارج الدولة بتفويض من مدراء العموم، النظر بدراسة نسب العجز الناتج عن إصابات عمل والأمراض المهنية لموظفين حكومة دبي، إصابات الأمراض المعدية، وهذه من الأشياء اللي تنظر فيها اللجنة الطبية العامة، منح الإجازات المرضية اللي تمتد لأشهر بالنسبة للأمراض المعدية. وطبعا اللجنة بعد توصي بإنهاء خدمات الموظفين غير المواطنين لأسباب صحية بموجب المادة 213 من نفس القانون. هذه المهام المذكورة بالقانون. تم إضافة مهام أخرى للجنة الطبية العامة، منها التدقيق على بطاقات سند لذوي الإعاقة مع هيئة تنمية المجتمع، والتدقيق على طلبات تصاريح المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وبننظر في الأرقام بعد شوي. وشيء ثالث تم إضافته بعد خلال 2016 اللي هو تصاريح تضليل زجاج المركبات بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات للناس اللي يعانون مشاكل أتوقع جلدية أو شيء عشان جلدية. نحن هم 4 تخصصات في العيون والجلدية والأعصاب وجراحة التجميل. عدد الحالات المرضية تقريبا 55 حالة مرضية. معناه دكتور ما شاء الله عدد طلبات توقع بمئة ألف أو أقل أو أكثر. كم عدد الطلبات في 2016؟ 2016 عدد الطلبات اللي وصل للجنة الطبية العامة هم 18 ألف وثمان طلبات. ونظرت في جميع هالطلبات ما شاء الله تم البت فيها. الحمد لله. اللجنة تفتخر أن تم الفصل بجميع الطلبات هاي خلال 24 ساعة من تاريخ التقديم. يعطيكم العافية، شيء جميل محمود، يعني 24 ساعة يعني شيء رائع. كم كانت المدة قبل اللجنة دكتور؟ اللجنة طبعا نحن تم إعادة تشكيلها الفترة الماضية، أعتقد كان تأخذ بالأيام هو في 2010 كان معدل تقريبا 20 يوم وطالع. 20 يوم وايد. نحن اللجنة إعادة تشكيلها في 2015 كان المعدل 6 أيام. لكن نحن من يناير لين
ديسمبر 2016 خلال طول العام حطينا على عاتقنا أن نرد خلال كان 3 أيام، لكن الحمد لله بجهد الشباب اللجنة الطبية العامة قدرنا نرد خلال 24 ساعة على كل الطلبات. والله ممتاز. طيب دكتور، هذا جانب من الجوانب الخاصة بالمقارنة ما بين 2016-2015 أو ما قبل ذلك، لكن أنا أبغي أتكلم عن 2016-2015 عمل اللجنة. يا ترى شو هي أبرز المقارنات والأرقام اللي الواحد ممكن يتطرق لها من خلال العمل ما بين هذين السنتين؟ إجمالي عدد الطلبات لعام 2015 كان 13,108 طلبات. وعام 2016 مثل ما ذكرنا هو 18,000، زيادة الطلبات تقريبا 5,000 طلب. طبعا مدة رد على الطلبات مثل ما قلنا في 2015 مستلمنا النظام الإلكتروني من اللجنة السابقة كان 6 أيام، حاليا هو 24 ساعة. لكن النقطة الأبرز اللي نحن استنتجناها في التحليل خلال الأسبوع اللي طاف أن عدد أيام الإجازات المرضية الغير معتمدة من اللجنة الطبية العامة، هذا هو يمكن معيار مهم بالنسبة لجميع دوائر دبي المحلية. ففي عام 2015 اللجنة الطبية رفضت ما مجموعة كان 8,811 يوم في 2015 من موظفين حكومة دبي، 8,000 يوم تم خصمها إما من إجازاتها السنوية أو من الراتب وتم استرجاعها للخزينة. في 2016 مع زيادة عدد الطلبات 5,000 طلب تم رفض 7,286 أقل تقريبا بألف. ممتاز. بألف يوم مع زيادة عدد الموظفين وزيادة عدد الطلبات. وهذا نحن نقول كلجنة يعني هذا معيار بالنسبة لنا يفرحنا أن على الأقل اللجنة قدرت تسيطر على الموضوع الإجازات المرضية الغير معتمدة. إذا تعطيني دكتور مثال عن الإجازات المرضية تم رفضها عشان بس نوعي المستمعين، يعني أي إجازة تم رفضها من قبل الإقبال اللجنة يعني بشكل عام، أو نصيغ السؤال بشكل ثاني، يعني دكتورة شو هي معايير رفض الإجازة المرضية؟ سؤال صراحة أشكركم عليه، ويعني هذا الموضوع يخص كل موظفين حكومة دبي اللي فوق عددهم 70,000 موظف. اللجنة الطبية العامة تنظر أول شيء بخطة علاجية واضحة للعلاج. الحين ما أتكلم عن الشخص اللي عنده زكام صار يوم يومين، طبعا قانون الموارد البشرية أقر أن الموظف يحق له أن يأخذ 15 يوم إجازات مرضية متفرقة خلال العام. نحن نتكلم عن موظفين اللي جاوزوا 20 و25 زكام ألم في الظهر وغيره. نحن نشوف هالإجازات إذا صدرت بعد ساعات الدوام الرسمي أو بعد ساعة 2، نحن نعتبرها أن الشخص المريض ما أظن بيتريا لين 6 ولا 7 ولا 10 المساء عسب أنه بيصير المستشفى، بس دبي الإسعاف ما يقصرون، إذا فعلا مريض يقدر يتصل بإسعاف أو حد بيوصله بياخذ إجازة. الشيء الثاني اللي هو معظم 7,000 يوم هي للأسف كانت في الإجازات خارج الدولة مو بداخل الدولة. الموظفين خاصة فئات الدرجة 7 والـ8 والـ10 عندهم 30 يوم في السنة يسافرون كل سنتين مرة، فهو يسافر إجازة السنوية ويتبعها بمرضية، والإجازة المرضية تكون مثلا 2 شهر عشان عنده ألم في الظهر أو 2 شهر لأن عنده مثلا صداع أو شيء معين، فهي كلها تعتبر إجازات غير معتمدة للجنة الطبية العامة. طيب هذه مسألة وايد مهمة يجب أن الجمهور يعي لها، هي عملية أن إذا طلع في إجازة مرضية يجب أن تتوفر بعض الشروط لاعتمادها. وفي الأساس دكتور شو المفروض يسوي؟ نحن خاصة إذا مسافر خارج البلد. عد هذا السؤال جدا مهم وطرق له الجماعة خلال ورش العمل الحين بنذكرها. الموظف يقول أنا سرت على أتبرع في ألمانيا أو بانكوك أو غيره، يقول الدكتور أعطاني 2 شهر أنا ما يخصني. زين نحن عسب نغطي هالفقرة مع عاد تشكيل اللجنة وصلنا مع 29 رئيس قسم في هيئة صحة دبي، وحصلنا على ما مجموعة 916 حالة مرضية. كم مدة العلاج اللي اضطرب وجود الشخص في المستشفى وكم مدة إجازة مرضية اللي يستحقها؟ وهذا كله وضعناه في دليل استرشادي، دليل في 6 فصول ضم 137 صفحة، تم توزيع 1500 نسخة خلال عام 2016. جميل. هارد كوبي غير طبعا السوفت كوبي خلال مبادرة إسعاد الموظفين اللي أطلقتها اللجنة في يناير. جميل. نتكلم عن هذه المبادرة شو رأيك دكتورة؟ أي مبادرة هاي هذا أهم موضوع. موضوع إسعاد الموظفين لو تكلمنا عنه دكتور خلدون. هو نحن سميناه مبادرة إسعاد الموظفين لأن شفنا خلال الأسئلة اللي وصلت اللجنة الطبية العامة أن في نقول سوء تفاهم بين رؤساء الأقسام وموظفيهم. جميل مصطلح سوء تفاهم. إيه نحن ساعات مو بسوء تفاهم ساعات أكثر. لا نحن نقول سوء تفاهم. فقلنا كلجنة طبية والحنا جميع مدراء عموم الدوائر وإدارات الموارد البشرية صراحة يأخذون رأي اللجنة الطبية العامة بالناس بالرأي وما يردون رأينا، الحق هذا يقال. فبدينا مبادرة إسعاد الموظفين اطرقنا لشرح
المواد المتعلقة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي بالنسبة لحقوق الموظفين وواجباتهم. نعم. انطلقت المبادرة في يناير عام 2016، والحمد لله خلال سنة تمينا 30 ورشة عمل دوار دبي المحلية، ومثل ما قلنا تم توزيع الدليل الاسترشادي خلال الورشة، نسوي برزنتيشن وهي جلسة مفتوحة بعد العرض اللي نسويه مع الموظفين، ويسألونا في كل الأشياء التعلق سواء مدراء أو حتى موظفين. جميل. دكتور حكينا بس على عجالة، نبغي نتحدث عن الربط الإلكتروني أو الحلول الإلكترونية اللي صارت مع حكومة دبي الذكية لنا نظام إلكتروني جديد للجنة الطبية. نعم. اللجنة الطبية العامة على نظام إلكتروني من 2008، نحن ما نتعامل بالأوراق يعني، ومع النظام الموجود حاليا نحن نبأ نظام يحلل البيانات. حاليا تحليل البيانات يتم عن طريق إذا تقول صورة مبدئية أو بدائية، نحاول نطلع البيانات الحالية مع حكومة دبي الذكية. الجماعة شاكرين بيبنون نظام إلكتروني جديد بيربطونه في الجي آر بي سيستم، فالتوجه إن شاء الله أن الرسائل اللي توصل من اللجنة الطبية العامة بتكون واصلة لموبايلات الموظفين دايركت. ممتاز. إذا شخص طلب إجازة مرضية واللجنة عندها تحفظ تبى تقرير مفصل أو ديسشارج سمري أو غيره، فبيك مسج على الموبايل أن اللجنة في هاليوم فلاني طلبت كذا وكذا، فيتوجه الشخص عسب نختصر المسافات بينه ونريح حتى إدارة الموارد البشرية. فبعدين يقدر الموظف بعد يدخل على السيستم الطلبات. نعم. الطلبات اللجنة بحيث يكون. نعم. تواصل أسرع، بالتالي تقل مدة العمل على طلبات الموجهة لكم. بالضبط. طيب دكتور، أنا قبل أختم معك أبغي بس نصيحة تبغي توجهها للموظفين، موظفي حكومة دبي، بما يتعلق بموضوع الإجازات الطبية أو المرضية، وأيضا يعني المشكلة الوقت يداهمنا، واللي كان ودي أنا أتطرق للعديد من المواضيع الخاصة بالحالات اللي يتم فيها يعني النظر من خلال حتى موضوع الإعاقة والسند وفوائد كان عندنا والإصابات اللي في العمل وغيره وكذا. هذه أمور كلها ترجع للجنة الطبية تنظر فيها، لكن خلنا نأخذ كلمة أخيرة حاول توجزها في كل المواضيع المهمة اللي يجب أن ينتبه لها الموظف. نحن نقول أن اللجنة الطبية العامة هي جهة بين الموظف وبين إدارته، وباب مفتوح لكل الاستشارات وكل الأسئلة. اللجنة مب من الأشياء حتى اللي شفنا أن طلبنا في اللجنة 79 شخص في عام 2016، هاي من إنجازات اللجنة، طلبناهم اللجنة وعرفنا شو احتياجاتهم وتواصلنا حتى مع إداراتهم عشان أن نخلق بيئة عمل تكون أحسن وتفاهم بين الموظف وبين إدارته. فأنا أنصح الجميع يا ريت أول شيء يقرون قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وفي عند أي توجه أو سؤال يسأل إدارة الموارد البشرية في إدارة المعين. إذا عنده شيء في اللجنة الطبية العامة نحن بابنا مفتوح لأي أسئلة، ونحن بنطلق إن شاء الله دورة ثانية وبنبتدي إن شاء الله الأسبوع الجاي على الRTA إن شاء الله في مبادرة سعادة الموظفين اللي بيكون فيها هالسنة شرح لقرار مجلس تنفيذي رقم 62 بخصوص إصابات العمل نسب العجز، اللي هو تم اعتماده فقط من شهر. الموضوع صراحة مهم. جدا مهم وخاصة في إصابات العمل وتعويضات اللازمة عليه والمدد وغيره يعني. صحيح. طيب. دكتور خلدون نبان برئيس اللجنة الطبية العامة بدبي، شاكرين لك وجودك معنا وشكرا لك هذه التوضيحات. أشكركم جميعا. شكرا. شكرا لك دكتور. إذن دكتورة ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل. بعد الفاصل منواصل. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين ما بعد الفاصل. كان قبل الفاصل عندنا دكتور خلدون تكلم عن مهام اللجنة الطبية، ورجعنا لكم بعد الفاصل بموضوع جميل أيضا ومهم، وهو استضافة مستشفى راشد حاليا وفد طلاب كويتي. أكثر من 40 طالب من كلية الطب بجامعة الكويت حضروا إلى دولة الإمارات ومستشفى راشد خصيصا للإطلاع على تجربة وخدمات مختلف الأقسام الطبية في المستشفى والجهود التي تقوم بها إدارة المستشفى لتحسين وتطوير الخدمات المختلفة في المستشفى. عشان يحدثنا عن هذه الزيارة يسرنا يكون معنا في الاستوديو رئيس الوفد الأستاذ حسين العلي، وهو رئيس اللجنة العلمية في أكاديمية كلية الطب بجامعة الكويت. صباح الخير دكتور. صباح النور وشكرا على الاستضافة. الله يطول عمرك. الحمد لله. حياك الله بلدك الثاني الإمارات. الله يطول عمرك. الله أحرجتونا يعني الأمانة بالتعامل وبالحفاوة وبالاستقبال، أحرجتونا والله. بالعكس هذا واجبنا دكتور، وكلنا أشقاء خليجيين. دكتور حدثنا عن سبب وأهمية هذه الزيارة. الفكرة بلشت قبل 3 سنوات أن في كلية الطب في جامعة الكويت كان في عطلة 3 أسابيع في كل شهر واحد، ففكرنا أن ليش تكون في زيارة خارجية أو رحلة خارجية من الطلبة. فعلى مدار 3 سنوات
كل سنة يسافر تقريبا 150-160 طالب. ومن 3 سنوات دائما التعاون والباب مفتوح لنا من مستشفى راشد للأمانة في هيئة الصحة في دبي، ما يقصرون معنا وبالعكس يعني يستقبلون أفضل استقبال وأفضل حفاوة. فتكون أول شيء أن الطالب خاصة أن الكويت كلية طب من السنة أولى لسابعة، فالطلبة من السنوات الجديدة أولى وثانية يستفيدون أن أول شيء يتعرضون للمستشفى، يشوفون مرضى في عينهم، يشوفون صحيح. النظام، اختلاف النظام مثلا ما بين الكويت والإمارات، يتعرفون على أقسام المستشفى أكثر. فهذا الشيء اللي احنا بنزيده عند الطالب، الوعي الطبي الكلينيكي وإلى آخر. دكتور، أنتوا صار لكم 3 سنوات في مستشفى راشد. نعم. ليش اخترت مستشفى راشد؟ هو طبعا لأنه تروما سنتر أو مركز الحوادث، وسمعته يعني رهيبة عندنا في الكويت. جميل. فعلى طول تواصلنا مع هيئة الصحة وافتحوا لنا الباب يعني. طبعا دكتور أستاذ حسين، مثل ما ذكرت أنه هو حضورهم لتعرف على أقسام المستشفى وطريقة إدارة وطريقة التعامل مع المرضى وحالات الإصابات اللي توصل لمستشفى راشد. فلو ممكن تقولنا الأماكن اللي تم زيارتها خلال المستشفى ورأيكم وتقييمكم مثل هالزيارة. طبعا أول شيء الأقسام الداخلية، قسم الحوادث والطوارئ، غرفة العمليات للأمانة يعني أشوف غرف العمليات في مستشفى راشد شيء عالمي يعني للأمانة، خاصة في التنظيم، خاصة في الاسترلايزيشن مثل ما نسميه احنا، التعقيمة قبل العملية، التعقيمة قبل يعني شيء للأمانة جدا مبهر. زيادة على ذلك زرنا القسم الطب النفسي، زرنا العيادات الخارجية، المرور الصباحي مع الأطباء، يعني على جميع مرافق المستشفى. جميل. 40 طالب عندكم من الكلية موجودين في هذه الزيارة، شو التخصصات اللي دخلوا فيها ولا يمعينهم من مجموعة تخصصات، ولا هم مجرد طلبة ريزيدنس في الطب العام بعد ما تخصصوا؟ احنا بالكويت من سنة أولى لسابعة كلية الطب، سنة خامسة إلى سنة سابعة هم أساسا طلبة كلينيكيين، فهو دوامهم في المستشفى. هذول 40 طالب هم عامة ما قبل السنوات الإكلينيكية. أوكي. حتى أن احنا نعرفهم على النظام، شلون تكون المستشفيات، شلون الدخول، تعامل مع المرضى، يعني يستفيدون في وقت الفراغ هذا، خاصة في الإجازة السنوية هذه، حتى أنهم يعني يكونوا مثل ما نقول احنا بالإنجليزي exposed حق البيشنت. جميل ان قبل ما تبدون اصلا التدريب الاكلينيكي يعني يتعرفون على كيفيه التدريب الاكلينيكي اصلا في مستشفيات اخرى خصوصا مستشفى راشد. شو هو لو نقول الطلبه نفسهم شو رايهم بهالتجربه اللي حضروا معنا هذه السنه؟ للامانه جدا سعيدين، يعني حتى من 3 سنوات كل سنه الطلب الاول يكون لنا في رحله دبي نبي مستشفى راشد. جميل. كل سنه. ممتاز. اي نعم ممتاز، لأن مستشفى راشد التروما سنتر يعد من أكبر المراكز الحوادث في الشرق الأوسط. صحيح. وأيضا فيه كفاءات عالية، استطاعوا يحوزون على العديد من الجوائز في هذا المجال. الجميل جدا أن القائمين على كلية الطب في جامعة الكويت يعون مسألة ضرورة وضع الطلبة في الأماكن اللي يجب عليهم أنهم يكتسبون الخبرة العالية. صحيح. فيها كان بإمكانهم أنهم يرسلونهم في أي مستشفى في الكويت، ولكن هم ارتأوا أن لا، ما دام هنالك في تعاون ما بيننا وما بين مستشفى راشد، لا نفضل 40 طالب مو بشوي. صحيح. صحيح دكتور. بالفعل يعني وفد كبير نجاي على خلال 3 أسابيع يطلع على هذه التجربة. 3 أسابيع كافية دكتور؟ والله أمانة يعني ما نقول شيء كافي، بس شيء وافي بحق الطلبة أن في هذه الإجازة أنهم يستفيدون ولو القليل. يعني في برنامج علمي وضعوا لهم إياه في مستشفى راشد أو برنامج خاص بالزيارة؟ البرنامج كان جدا منظم، يعني بعدد الساعات وعدد المنظمين وتقسيم لبات إلى 10-10، كل يوم في 20 10 في جروب معين و10 في جروب معين، ويكون في مشرف عليهم وفي أوقات معينة، هل وقت تكون في غرفة عمليات، هل وقت تكون في المرور الصباحي، هل وقت تكون في كذا. فالأمانة يعني تعاون وتنظيم غير مسبق صراحة، وما نستغرب على هذا الشيء من 3 سنوات والتعاون هذا مستمر. جميل. يعني أبغى أتكلم بعد إذا تسمح لي دكتور عن الطلبة وانطباعاتهم وأيضا دوامهم، هل هو ملتزم بالفترة الصباحية ولا عندهم دوامات مسائية ولا الجروبات يعني
كيف نسقهم؟ هو احنا قاعد نخليها التزام بالفتره الصباحيه اصلا، لان صف الفتره المسائيه صعب انك تقنع الطالب، خاصه في عطله انه والله تعال روح المستشفى ولا تعلم ولا كذا. فاوقات المسائيه تكون للسياحه خاصه في دبي. جميل. الكويتي المجمعات على طول ما عندهم شيء ثاني. وطبعا مثل ما انت ذكرت استاذ ان اصلا وجود مستشفى الناس اللي يدخلون أو المصابين يدخلون مستشفى راشد في حركة مصابين أو متعاملين كثيرة، فخلال الشفت الواحد من تدريبي في راشد أقدر أقول ممكن يشوفون جميع أنواع الحالات، من الإصابات البسيطة لين الإصابات البليغة، خاصة في قسم الطوارئ. صحيح. نشوف حالات ما نشوفها أساسا بالكويت، لأن في قسم خاص يعني تروما سنتر. صحيح. أساسا بالكويت ما عندنا تروما سنتر يعني. فأول مرة يعني نشوف فيه حالات كذي. جميل. من خلال الثلاث سنوات اللي طافوا دكتور، شو الأشياء اللي تطورت ما بين هذه الزيارات اللي لاحظتوها بالنسبة للطلبة، وأيضا خلينا نتكلم عن المادة العلمية اللي تقدم لهم؟ احنا نقسمها الى شقين. من ناحيتنا احنا كاكاديميه فبلشنا فقط في زياره مستشفيات. اليوم احنا بعد 3 سنوات باكر ان شاء الله منظمين اول مؤتمر كويتي للامراض الجلديه في دبي. جميل جميل. وين بيكون المؤتمر؟ راح يكون في فندق ميلينيوم بلازا على شارع الشيخ سعيد. جميل. للامراض الجلديه. الامراض الجلديه بمشاركه اطباء كويتيين، 7 اطباء كويتيين. والله ممتاز. وليش اخترتوا دبي؟ انه ليش ما نظمتوه في الكويت؟ عفوا، لان اول احنا اللي قاعد نسعى له ان العطله هذه في نصف السنه، اذا اي شيء بسويه بالكويت الطالب راح يقول لا والله انا بسافر بروح سياحه مكان ثاني ولا كذا، فاستعملنا انا لا نكون مثلا في دبي دوله قريبه وممتازه للسياحه، وبنفس الوقت يكون في نشاط تعليمي، فتعليم وسياحه نفس الوقت نقدر على الاقل نطلع في نتيجه معينه. هذا من ناحيه الشق الاول شلون احنا تطورنا، وقمنا ان شاء الله باكر راح ننظم اول مؤتمر كويتي للامراض الجلديه. من ناحيه هيئه الصحه في دبي، في كل سنه التنظيم قاعد يزيد، في كل سنة الخيارات اللي قاعد يعطونا إياها قاعد تزيد، والتعاون قاعد يزيد. يعني إحنا بالعكس مفكرين إن إن شاء الله في السنة الجاية نتواصل مع مؤسسة دبي للإسعاف. جميل. جميل. وراح تكون لمعنا إضافة رهيبة يعني. موجودين الجماعة وما بيقصون صدقني. بإذن الله. أي. إن شاء الله. بإذن الله. دكتور قبل لا نختم يعني معاك، بس نبغي كلمة أخيرة تبغي توجهها، شو ما كانت هذه الكلمة، لمن كانت هذه الكلمة، وشاكرين لك أصلا تواجدك معانا. الله يطول عمرك. لا والله بالعكس، أنا شاكر لكم أن أعطيتونا الفرصة أن نطلع معاكم، وأنا أقدم شكري وعرفاني للأمانة إلى حكومة دبي وإلى هيئة الصحة في دبي على هذا التعاون وعلى هذا، يعني الأمانة افتحوا لنا الباب، وكأن يعني إحنا أهل مكان وأصحاب مكان، وبالعكس يعني ما نستغرب من إخواننا في الإمارات هذا التعاون. أكيد. ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. يعافيك يا رب. كان معنا في الاستوديو الأستاذ حسين العلي، رئيس اللجنة العلمية في أكاديمية كلية الطب بجامعة الكويت، وأيضا هو رئيس الوفد اللي حضر لي مع طلبة الكلية في مستشفى راشد للاطلاع والاستفادة من هذه الخبرات. شاكرين لك تواجدك. شكرا جزيلا لك. ما قصرت. شكرا لك. إذا دكتورة ندى، نحن نرجع اليوم نتكلم، أنت بديت الحلقة بموضوع جميل جدا، كنا نتكلم عن الجو ضباب وجو حلو وجميل والناس بيطلعون البر. فالحين أنا بغي نتكلم عن بعض الشغلات الخاصة بأهم الأمور اللي ممكن نحن نسويها على أساس نهتم بصحتنا، خاصة في موضوع طلعات البر. شو أهم الشغلات اللي لازم الأسرة تسويها؟ طبعا محمود مثل ما قلنا في بداية البرنامج إن الجو طبعا اليوم جميل ومضبب وفي برودة، فالناس طبعا تتشجع، واليوم خميس وباكر إجازة، والناس المدارس بتكون باكر إجازة، والناس من دواماتهم، فإحنا بس نوصيهم روحوا استانسوا استمتعوا بالجو، لأن طبعا جونا هو الشتاء عندنا قليل يعني. بس أول شيء أهم شيء أهم شيء نتدفى. مثل ما قلت بداية البرنامج يا جماعة، ممكن الجو ما يوحي إنه بارد جدا، لو تمشي برا تحس إن الجو مناسب، ولكن إنه يعتبر بارد خصوصا للأطفال الصغار، فدفوهم عدل، لا تحطون طبقات وايدة، يعني يكفي جاكيت واحد يلبسه الطفل عشان يتدفى، ومهم جدا يسكر هذا الجاكيت، في أمهات يلبسون هالجاكيت والسحاب مو مسكر، بالتالي الهواء البارد يضرب في صدر الياهل وتلاقي ثاني يوم ناش ويكح ومزتشم ومخاط والهل كله العرض كامل كيت، بس بعد زتشم.
ترى المشكلة هي إحنا المهم عندنا منطقة الصدر. منطقة الصدر عند الطفل تتغطى تكون مسكر السحب مال الجاكيت عشان لا يضربه الهواء البارد. طبعا انتقال بين الجو الدافي والبارد يا جماعة من داخل البيت الجو دائما يكون دافي, يوم نطلع برا يكون بارد. نحرص على تغطية الأنف والفم عند الانتقال بين هالجوين. ليش؟ لأنه يطلع الفجائية من الجو الدافي الجو البارد, ضربة الهواء البارد هذه تسبب في الإصابة بحساسية الأنف وشوية شوية زكام ممكن. فنحرص على هذه الأشياء. طبعا في توصية دائما نسمعها في إذاعة نور دبي, نحافظ على نظافة البر. حافظ على نظافة البر. الواحد إذا 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 بيته نظيف بيحافظ على صحيح الأماكن الخارجية والمرافق العامة. صحيح 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 أكيد, لأن إحنا لازم نعتبر أي مكان نسيره هو عبارة عن بيت الثاني, بر حديقة يعتبر بيتنا الثاني. لازم نحافظ على نظافة المكان. ترى يا جماعة إحنا نوسخ أي مكان نحن أصلا نسبب في نقل الأمراض. إحنا ليش نقول حافظ على النظافة؟ ليس فقط للشكل العام أو المحافظة على النظافة العامة, ولكن لتقليل انتقال الأمراض. فنحافظ على نظافة أي مكان لأنه يعكس واجهة حضارية. هي دورة كاملة, سيركل كامل يلف على الكل. تخيلي يعني مثلا يا حيوان صحيح استلم هذه الفضلات الكيميائية أو كذا أو صار عنده مرض, هذا حيوان أو الطير أو شو ما كان نقله صحيح, وممكن ينتقل للإنسان صحيح, ممكن ينتقل للمحيط كامل صحيح. فالمسألة الواحد يكون عنده وعي ذاتي بأهمية الحفاظ على البيئة صحيح. زين, بالنسبة للأطفال نحن تكلمنا شو لازم يسوون, بالنسبة للكبار دكتورة؟ الكبار تقريبا نفس التوصيات, بس مهم جدا طبعا الناس لما تروح البر تحب تشيل الأكل معها, تشيل تشوي فتشيل اللحوم والدواجع تشويها هناك. مهم جدا يا جماعة مرة ثانية ما نتساهل ان الجو بارد ومو لازم نحط في ثلاجة اللحم او الدياي, لا ينتقل من البيت لين البر في ثلاجات مبردة. في الثلاجات اللي تنباع ينحط داخل الثلج لازم في ثلاجات مبردة, ما نقول الجو بارد. هذا الجو لا يساعد على حفاظ خصوصا الدجاج اللحم. الدجاج خصوصا تنمو فيه البكتيريا أسرع من اللحم. فلازم ننقل كل شيء في ثلاجات مبردة, ونخاف دائما من إعادة التسخين. يعني في أكل مسواي في البيت راح أوديه البر أسخنه مرة ثانية. ترى خصوصا العيش أو الرز إحنا في اللي مرات نسميه العيش عرضة لتكاثر البكتيريا بسرعة لما يتم إعادة تسخينه. فإذا بتسوون أكل في البيت بتنقلونه معاكم البر دائما انقلوه في حرارات أو حافظات الحرارة عشان يحافظ على حرارته لما نوصل هناك. هالشاء يعني واحد الحين دكتور يا يشيل ثلاجة ويشيل الحرارة وياه لازم محمود عشان نحافظ على صحتنا. لا ممكن تسمم غذائي تخترب عليكم الرحلة. كله في بيتكم, لا تأكلون في البر تانتي دكتور. البر يبالي سامانة يبالي استعداد تام عشان انت والعائلة تستانس. يعني تخيل تروح البر تناوي تبات ثاني بتصحى ليهال تكرم عندهم إسهال انت بطنك يعورك, اختربت علي الرحلة. فإحنا نعطيكم نصيحة عشان تستمتعون بالرحلة. والله دكتورة كلامك صح, تبغين الصدق. نحن كل ما نطلع البر رد يا يعني امساك يا اسهال, واحد من الاثنين اضار بنا. وشو هو مو من البر نفسه, الناس تقول والله لان الناس يعني امهاتنا شو كانوا يقولون عشان الخلا يعني او المكان المفتوح. هو ما له خص البر, هو العادات اللي تكون طبعا في البر واحد شويه يعني صعب يحافظ على نفس العادات اللي متعود عليها في البيت. بس نشجع كثر ما نقدر خصوصا عند الاكل, ما نتهاون في نقل اللحوم والاكل يعني نتهاون في انه ما يكون في ثلاجات مبرده او في حرارات. لازم زي طيب شو تصحين واحد ياخذ معاه اكل في البر؟ طبعا ما بنقول خذوا سلطه يعني الناس بتزعل راح تشوي ممكن تاخذون. وفي شيء مهم, معظم الناس متنقل مشاويه تكون متبله محطوطه في روب او او بهارات وشي قبل يومين مودنينه يعني عشان يكسب الطعم. فيا جماعه وايد خاف من لما يكون اللحوم مثل يعني حاطينها في منتجات الالبان نحطها في الروب او في الحليب او في اللبن عشان يعني يتودن حق المشاوي, ترى ممكن تنمو فيه البكتيريا بسهوله جدا جدا. فدائما انقلوا, ما نسوي لا تسوون طبعا تودون تبلون, ولكن انقلوا في حافظات مبرده. وما يعني ما ننسى نظافه اليد مهمه جدا 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 في البر. خذوا معاكم الويبس المضاد للبكتيريا, وبعد خذوا معاكم خضر وفاكهه. في ناس وايد في البر ينسون ياخذوا معاهم خضر. تعرفين أنا لو شال هذا الويبس وامسح يدي هناك تعرفين شو بيسوون فيه الشباب؟
بيمزحوا فيني يمزحوا فيني يقولوا حمود جاي يتدلع في البر جاي معانا وايبس مالنا والله العظيم. لا اي مساله ضروريه يا جماعه الخير ترى للامانه الدكتوره متى ما انت تفضل تنشيل المزح على جانب. المساله جدا مهمه ان الواحد يحافظ على نظافته الشخصيه صحيح. بشكل كبير في البر. الان الحمد لله يعني طلعات البر هي طلعات متطوره دكتوره مو مثل الاوليه الواحد يقعد وخلاص بالسياره وصل فرش حصير وجلس. لا عندك أماكن تأخذ فيها شاور صحيح أماكن فيها ماي فيها كذا يعني كأنك ساير معدات البرحين متكامل ممكن تسوي بيت كامل وانت في البر وكل شيء ينطوي وينحط في السيارة وترجع فيعني صار الوضع وايد أسهل من أول صحيح. فالواحد ينتبه إلى نظافة الشخصية ونظافة العدة اللي يشلها وياه ونظافة عياله صحيح. ونظافة أبنائه ونظافة الأكل مما قالت الدكتورة من أهم الشغلات اللي الواحد لازم ينتبه لها. فعشان تي نحن ننصحكم دائما بأنكم تأخذون معاكم سلطة تاخذون معاكم حراره وبراده محمود وبعد بتنا السلطه. لا بالعكس ما في احلى من السلطه ما في احلى من السلطه والله ما في احلى من السلطه. طيب دكتوره يعني قبل لا نختم بعد اذا في شيء تبغين تذكرين المستمعين فيه نذكر مستمعين نقول لهم بس احنا لما في وايد ناس لما احنا نعطي نصايح في البرامج الاذاعيه يضايجون يميون العيادة يقولون دكتورة انت وايد تنصحون واحد يعني ما يعيش ما ياكل ما يشرب ما يصير ما يرد. لا يا جماعة احنا ما نحب نبالغ يعني احنا بنعطيكم نصيحة مو بالقصد نبالغ ونصعب حياتكم ترى في النهاية احنا نفسكم ترى احنا نعيش نفس الحياة اللي تعيشونها. فهل معنى الطبيب صحي اكثر عنكم؟ لا في ممارسات خاطئة بعد يمارسها الطبيب ترى هو بشر ولكن احنا واجبنا نلفت انتباهكم لبعض الامور اللي ممكن الواحد الانسان اللي ما له خلفية طبيعية يسهى عنها مثل ما قلنا احنا عن البر كيف التجهيز للبر. في ونس انا متاكده الحين مجهزين سامانهم بيروحون البر بس ممكن الحين قلنا هالنصايح يقولون او صح انا كيف بنقل مثلا لحم من غير برادات مثلا او مثلا انا بودي مثلا عيش معاي او بطبخ هناك. فاحنا فقط ليس لتصعيب الحياه ولكن لمحافظه على صحتكم حتى تستمتعون بالمكان تستمتعون بالحياه. احنا بقكم تعيشون لين عمر الأمية فما فوق في صحة وعافية ما تعاني من الأمراض لأن المرض يخرب عليكم يومكم يخرب عليكم حياتكم ويخليكم تغيبون عن دواماتكم. فإحنا ما نبغاكم تغيبون عن دوامات تماشي مع دكتور خلدون. لا والله الحياة حلوة ونحن في الإجازة إن شاء الله نتمنى الكل يستمتع في هذه الإجازة وأيضا وصلنا لختام حلقتنا اليوم دكتورة شكرين لك أصلا تواجدت معنا وشاكر لك أنا جدا مشاركتك معايا في هذا البرنامج اللي حقيقة تضيف الكثير من المعلومة تضيف الكثير تعطي البرنامج نكهة جميلة. دكتورة ندى الملا شاكرين لك شكرا لك يا محمود تواجدت وشكرا لحمد المعيوف كانت معنا في التنسيق وشكرا لفريق الإعداد فريق قسم الإعلام وأيضا كل شكر لمخرجنا محمد الصفار ما اسمع محمد الصفار اي علي صوتك يوم تيبين طاري محمد صوتك شوي يستوي ها بس اسم حمده اقوله بصوت عالي وكامل بعد اي بس ريايل ما تحبين تقولي اساميهم. محمد الصفار شكرا لك ومبدع دائما ونتمنى لكم ان شاء الله نهاية إجازة نهاية أسبوع سعيدة جدا خالية من الأمراض وخالية من المنغصات وحتى ومن الكوليسترول بعد مثل ما يقول الصفار. فحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي أنا محدثكم محمود يوسف والدكتورة ندى الملا وحتى نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم نقول لكم كونوا بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.